السلام عليكم. خرافات كتير قوي اتربينا عليها، منها اللي ارتبط اسمها بالجن ومنها اللي ارتبطت بالاساطير. لازم تعرفوا ان الخرافه هي اعتقاد او فكره قايمه على مجرد تخيلات ملهاش سبب عقلي او منطقي، مبني على العلم والمعرفه، وعاده بتمثل ارث تاريخي بتتناقله الاجيال عموما ان او انت دماغهم. او على فكره كل المصادر هتلاقوها تحت. اول حاجه معانا بئر برغوث، بئر تاريخي موجود في حضرموت في اليمن. ارتبط اسم البئر ده بالارواح والجن لحد ما تمكن فريق عماني من الوصول لقاع البئر وصوروا كل حاجه بالصوت والصوره، وطبعا المقطع كامل هتلاقوه تحت. وبيقول الدكتور الكندي احد اعضاء الفريق انهم ما لاحظوش اي حاجه تدعو للقلق. الحاجه الثانيه معانا حفره الجحيم، ودي حفره مشتعله بالنيران تم اكتشافها سنه 1971 في قريه درويز اللي بتبعد 250 كيلومتر من العاصمه ترك من استانيه عشق اباد. قطر الحفره 70 متر والعمق بتاعها 20 متر. الحفرة دي مشتعلة من سنة 1971 بسبب سقوط حفارة الغاز الطبيعي اللي كانت شغالة في المنطقة في الوقت ده، وعلشان الباحثين يمنعوا تسرب الميثان من الحفرة قرروا يولعوا فيها النار على أمل إن النار تستهلك الغاز الموجود. وسنة 2010 ظهر الرئيس التركماني وأمر بغلق الحفرة واتخاذ التدابير اللازمة. وسنة 2013 اشتعلت مرة تانية وبقت من أهم الأماكن السياحية في العالم. بعد كده معانا البحيرة الوردية. بتتميز البحيرة دي على مستوى العالم بلونها الوردي، لما بترتفع درجة الحرارة بتتحول للون الوردي وبترجع للونها الطبيعي مرة تانية لما تنخفض درجة الحرارة. وسبب تغير اللون هي الطحالب الخضراء الموجودة، تركيز ملحي عالي. أول ما توصل المية لمستوى ملوحة أكبر من مستوى مية البحر فبتكون درجة الحرارة عالية بما فيه الكفاية زائد توفر ظروف الإضاءة الكافية. ساعتها بتنمو الجذور الوردية في قشرة الملح في قاع البحيرة ولون البحيرة بسبب التوازن بين الطحالب الخضراء. آخر حاجة معانا، تفتكروا ليه ما بنسمعش صوت البومة وهي بتطير؟ أيوة زي ما سمعتوا بالظبط، شوفوا كده الفيديو ده. علق على الموضوع ده عالم الاحياء توماس باكمان، وبيقول ان طبعا البومه بتصطاد بالليل وحجم المعلومات المرئيه قليل جدا، علشان كده هي بتعتمد على حاسه السمع. وزي ما شفنا في المقطع حجم البومه قد حجم الحمامه، لكن جناحات البومه اطول وده بيتيح ليها الارتفاع بشكل افضل، لكن الطيور اللي زي الحمامه لازم ترفرف، وبالشكل ده بالنسبه للبومه بيقل احتكاك الريش ببعض، علشان كده الاجنحه بتاعتها ما بتطلعش اي صوت خالص. زي كمان ان مقدمه ريشه البومه معقوفه شويه، زي كمان ان سطح ريشه البومه املس جدا، وده بيأثر على انسياب الجناح بشكل يخلي تيار الهواء يلتصق بالجناح، وده بيساعد على تدفق التيار الهوائي وانسيابه. والموضوع ده دفع علماء المان ان هم يدرسوا الموضوع ده علشان يقدروا يطبقوه في وقت من الاوقات على الطيارات. انتوا ايه رايكم في الموضوع ده؟ لحد هنا خلصت حلقتنا، يا ريت اكون شرحت لكم الموضوع بشكل مبسط، والسلام عليكم.